بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الكارديو فاسكولار سيستم هناخد مع بعض الهارت. هناخد إيه في الهارت؟ رقم واحد هنعمل انترودكشن للموضوع بتاعنا، وهنتكلم فيه عن السيل جانكشن لأن محتاجينها قوي، أو محتاجين نبقى فاهمينها وإحنا بنتكلم في الهارت. الحاجة التانية نتكلم عن الميوكارديوم باللايت ميكروسكوب وبالإلكترو ميكروسكوب، وبعدين ندخل الميوكارديوم في الوول اوف ذا هارت، يبقى احنا خلصنا الوول اوف ذا هارت. وبعدين في الآخر خالص هنعمل كومباريزون ما بين السكليتال ماسل والكاردياك ماسل. تعالوا كده مع بعض نشوف التو سيلز دول عبارة عن تو ابيثيليال سيلز أو تو سيلز عموما. يعني التو سيلز دول لهم علاقه ببعض؟ لا، ما لهمش علاقه ببعض. يعني اقدر ادخل كده اشيل الخليه دي، الخليه دي ما تتاثرش، او اشيل الخليه دي، الخليه دي ما تتاثرش. الكلام ده احيانا ما يبقاش موجود، وتبقى الكوميونيكيشن ما بين السيلز دي عاليه جدا، خاصه في الابيثيليال سيلز، ودي بنسميها سيل جانكشن. ايه اللي بيحصل علشان اعمل علاقه ما بين التو سيلز دول بحيث ان هما ما ينفصلوش عن بعض؟ بص كده معايا، السيل ممبرين هيحصل له ايه؟ هيحصل له بروجكشن من الخليتين. يبقى السيل ممبرين في المكان ده حصل له بروجكشن لبره، والسيل ممبرين ده حصل له بروجكشن لبره. السؤال، هل البروجكشن ده داير ما يدور الخليه ولا حته معينه من السيل ممبرين؟ لا، هنا في الصوره اللي قدامي دي داير ما يدور الخليه، عشان كده هسمي الموديفيكيشن اللي حصل في السيل ممبرين ده زونيولا. طب الزونيولا دي خلت المسافه ما بين التو سيلز عند الاستراكشر ده كام؟ طبعا واضح في الصورة ان هي المسافة ما بين التو سيلز في المكان ده بقت زيرو، عشان كده هسميه زونيولا اوكلودنس. اسمي الموديفيكيشن ده ايه؟ زونيولا اوكلودنس. احيانا يحصل نفس الموديفيكيشن ده لكن ما يبقاش داير ما يدور الخلية، يبقى مجرد باتشز، لكن التو سيلز عند الباتشز دي برضو الانترسيلولر سبيس بيبقى منعدم، او المسافه ما بين التو سيلز هيبقى زيرو، فاسميه برضو اوكلودنس. لكن اسميه زونيولا ما اقدرش اسميه زونيولا، لان كلمه زونيولا معناها حزام. امال اسميه ايه؟ اسميه فاشيا اوكلودنس. نفس التو سيلز دول عايز اعمل بينهم علاقه، بس العلاقه هنا هتبقى forever، يعني ما اقدرش افصل الخليتين عن بعض تحت اي ظرف من الظروف، فمش الاوكلودنج جانكشن هي اللي هتخدمني. بص كده معايا، هلاقي التو سيل ميمبرينز بتوع التو سيلز عملوا نفس الموديفيكيشن او شبه الموديفيكيشن اللي فات، لكن سابوا مسافه ما بين التو سيلز حوالي 20 نانومتر علشان يتخلق فيها ستراكشر جديد يربط الخليه دي بالخليه دي، واسمي الموديفيكيشن ده adhering junction، يعني بيلزق للخليتين في بعض، يعني ما اقدرش افصل الخليتين عن بعض. طب الموديفيكيشن ده داير ما يدور الخليه ولا حته صغيره من السيل ميمبرين؟ لا، داير ما يدور الخليه، علشان كده هنسميه زونيولا. طيب الزونيولا دي خلت المسافه ما بين التو سيلز 20 نانومتر، يعني اقل من المسافه الطبيعيه اللي بين الخليتين. طيب اسميه ايه؟ زونيولا. طب هل هو اوكلودنج جانكشن؟ لا، مش اوكلودنج جانكشن، امال ايه؟ ادهيرنج جانكشن، عشان كده بنسميه زونيولا ادهيرنس. ممكن نفس الموديفيكيشن ده يحصل هنا، احنا اكيد فاهمين اللي هيحصل، بس في صوره باتشز. اسميه ايه؟ بدل الزونيولا دي احط زي اللي قبلها، هحط ايه؟ فاشيا، يبقى دي فاشيا ادهيرنس. كده احنا خلصنا اربع انواع من السيل جانكشن، لكن دي بقى اللي هي اكيد اللي جايه دي اكيد هنستخدمها في الكاردياك ماسل، اللي هي نوع من الاديرنج جانكشن، لكن الموديفيكيشن اللي حصل في السيل ميمبرين بيبقى في صوره باتش بالشكل ده، دايره بالشكل ده، اسبوت بالشكل ده، علشان كده بنسميه ماكيولا. ماكيولا يعني دايره او سبوت. ماكيولا ايه؟ اوكلودنس ولا ادهرنس؟ لا، ادهرنس، عشان كده بنسميه ماكيولا ادهرنس او ديسموسو. وادي الاستراكشر الاصفر اللي انا لسه حكي لكم عليه من شويه، اللي كان المفروض يبقى موجود في الفاشيا والزونيولا ادهرنس، برضه موجود هنا في الماكيولا ادهرنس. يبقى انا عندي استراكشر هما بين التو سيلز بيلمين الخليتين مع بعض، والبروجكشن اللي حصل في السيل ميمبرين ده بيعملهولي التونو فيلامنتس اللي موجوده في السيتوبلازم بتاع الخليه دي. يبقى السيل جانكشن الجديد ده نسميه ايه؟ ماكيولا ادهرنس.
والاسم الدلع بتاعه طبعا الديسموسوم. لسه اخر حاجه عايزين نتكلم عليها هي الجاب جانكشن. ايه بقى الجاب جانكشن ده؟ الجاب جانكشن ده اوبننج حقيقيه اتخلقت في السيل ميمبرين بتسمح بمرور الالكترولايتس. مين اللي بيعملها لي؟ البروتين الاصفر اللي شكله حلو ده. كم مولكيول بحتاجهم علشان اعمل هذه الاوبننج؟ بحتاج الى 3 و3 6 مولكيولز من هذا البروتين. لما يجمعوا مع بعض اوتوماتيك بيعملوا لي فراغ في النص، بسميه انا جاب يعني فراغ، بيبقى موجود الناحيه دي وموجود الناحيه دي، يعني البروتين موجود الناحيه دي والبروتين موجود الناحيه دي. يبقى مين اللي بيعمل الجانكشن حقيقيه؟ هو البروتين اللي لسه حكي لكم عليه من شويه، اللي هو لما يتكون او يتواجد في السيل ميمبرين يسيب لي فراغ في النص اسميه جاب جانكشن. شفت الالكترولايت تاني كده؟ هذا الالكترولايت هيدخل من هنا، يدخل من، يطلع من هنا ويدخل من هنا ويطلع من، بص كده بالظبط كده. ليه؟ ده بيسمح لي بمرور المولكيولز الصغيره اللي زي الالكترولايتس. طيب خلصنا الانترودكشن، تعالوا بقى نتكلم عن الهارت. الرول اوف ذا هارت بتتكون من ايه؟ من ايبيكارديوم، مايوكارديوم، اند اندوكارديوم. الايبيكارديوم دي الطبقه الخارجيه، المايوكارديوم دي الطبقه الاصليه بتاعت العضلات، والاندوكارديوم دي اللي هي الطبقه المبطنه الهارت من جوه اللي هي بتوازي في البلاد فيزلز. اندوثيليوم، اندو يعني كونتاكت مع الكافيتي، يبقى اندوكارديوم ده كونتاكت مع البلاد. ايبيكارديوم ده اللي كان بيوازي الادفنتيشيا في البلاد فيزل. المايوكارديوم اللي هي التركا ميديا في البلاد فيزل. تعالوا بقى نتكلم عن الكاردياك ماسل الاول. الكاردياك ماسل دي موجوده فين؟ موجوده طبعا في الوول اوف ذا هارت، بنسميها مايوكارديا. فولنتري ولا انفولنتري؟ لا طبعا انفولنتري ماسل. عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من السيلز. السيلز دي زي ما انت شايف بتبقى شرط، يعني كل خلية لوحدها، عكس السكليتا المصل اللي ممكن الاقي الخلية تاخد لي الشاشة دي كلها ويمكن تعدي على الشاشة اللي بعدها. لكن انا عندي هنا في الكاردياك مصل كل خلية منفصلة على التانية، عشان كده بنقول ان هي عبارة عن شرط سيلندريكال سيلز. في السكليتا المصل الاقي السيلز دي كلها متحدة مع بعضها فنسميها سينسيتيوم، لكن في الكاردياك ماسل الاقي كل خليه منفصله عن الثانيه. بس خلي بالك الجاب جانكشن هتخلي الهارت كله وان سينسيتيوم، فانكشنال وان سينسيتيوم، لكن الماسل فايبر ما هوش سينسيتيوم. ايه هو السينسيتيوم؟ هو ان انا احط اعمل فيوجن لمجموعه من السيلز تقوم بفانكشن واحده، ده بسميه سينسيتيوم. في الكاردياك ماسل لا، كل خليه منفصل عن الثانيه فما بتقدرش تعمل سينسيتيوم. البديل بتاعي ان انا اعمل انتركاليتد ديسك. الانتركاليتد ديسك جايز ما هوش واضح في الصوره دي، لكن هو الخط اللي باين عندي ده، ده العلاقه ما بين الخليه دي وما بين الخليه دي وبين الخليه دي وبين الخليه دي، ده بسميه انتركاليتد ديسك، ده اللي بيربط لي السيلز دي مع بعضها. يبقى ده البديل بتاع الوان سينسيتيوم في السكليتا المصري. يبقى زي ما قلنا ان هو انفولنتري، ده عباره عن نيومرس شورت سلندريكال سيلز. الكاردياك ماسل ما هياش سينسيتيوم، الماسل فايبر ما هواش سينسيتيوم، لكن الكاردياك ماسل على بعضها وان سينسيتيوم فيسيولوجيكال طبعا. انديفيديوال ماسل فايبرز بتربط مع بعضها بايه؟ بالانتركاليتد ديسك. طب ما تيجي نتكلم عن اللايت ميكروسكوب بقى بالتفصيل شويه كده ونشوف يا ترى الديامتر بتاعنا كبير ولا صغير؟ لا الديامتر بتاعنا صغير، بيبقى حوالي 25. اللينس بيبقى فاريبل ان لينس. النيوكليار زي ما انت شايف كل خليه فيها نيوكليس، سنجل اوفال سنترال نيوكليس، سنجل اوفال سنترال نيوكليس. ممكن الخليه الواحده يبقى فيها تو نيوكليا، يعني باي نيوكليتد سيل. شايف الخلايا بتاعتي فيها حاجه غريبه جدا، ما هيش موجوده في السكريبت المصري ولا في السموث مصر. عندها قدره على البرانشنج، يعني بص الاقي المصل فايبر ماشي كده اهو، وقام مقسوم 2، وبعدين ده ماشي اهو، بص قام مقسوم 2، وده ماشي كده قام مقسوم 2، وده ماشي كده قام مقسوم 2، وكده النيوكلس قسمت الخليه لنصين. يبقى انا عندي هنا برانشنج وانستيموزس، يعني بعد ما يعمل انستيموزس مع اللي بعديه، وده شايف عمل انستيموزس مع ده، يبقى في برانشنج وايه وانستيموزس. دي اهم ميزه او خاصيه في الكاردياك ماسل. كل ماسل فايبر سراوندد بلاير من الكونكتيف تيشو، اهي اللي ابيض ده عباره عن كونكتيف تيشو، يبقى كل ماسل فايبر سراوندد بلاير من الكونكتيف تيشو زي السكليتال ماسل تمام. ليه بقى؟ علشان
اضمن ان البلاد كابيلاريز توصل لكل ماسل فايبر. ما هي البلاد كابيلاريز دي هي اللي فيها الاكسجين وهي اللي فيها النيوترين وهي اللي فيها الالكترولايتس. علشان كده لازم الف كل ماسل فايبر بحته من الكونكتيف تيشو، فيريتين اللي هي من الكونكتيف تيشو بسميها اندوميزيوم. يبقى النيوكليا بتاعتي لارج واوفال وسنترال وسنجل واحيانا تكون باي نيوكليات. الفايبرز بتاعتي بتبقى اكستنسيف برانشنج وانستموزنج. علشان كده انا ممكن الاقي هنا ال اس ومعاه ايه ومعاه تي اس سراوندد باندوميزيوم. وعرفنا الاندوميزيوم ده بيشيل البلاد كابيلاريز والايه والليمفاتيك. الاقي الاسترياشن بتاعي الريجولار الاسترياشن عكس السكليت المصل. لو ان الاسترياشن هنا الحقيقه متميز جدا. ما زلنا بنتكلم عن اللايت مايكروسكوب ونشوف كده باللايت مايكروسكوب هل نقدر نشوف حاجه في الساركوبلازم غير السيتوبلازم بتاع المصل بنسميه ساركوبلازم غير النيوكلس. ادي النيوكلس واضحه اهي، لكن شايف الاسترياشن دي؟ الاسترياشن دي معناها ان انا عندي كونتراكتايل ايليمنت او مايو فايبرز موجوده جوه الماسل فايبر. ممكن كمان اشوف اللايبو كروم بيجمنت او اللايبو فيوسين بيجمنت، ودي بتمثل الميتابوليزم بتاع اللايسوسوم اللي هو الايجد لايسوسوم اللي موجود جوه الخليه، وده بيبقى براون وطبعا بيحتاج ايه الى سبيشال استين. لكن هو بس بيعبر عن عمر الهارت، يعني كل ما الهارت يزيد كل ما اللايبوفيوسين بيجمنت بتاعتي بتزيد. يبقى الساركوبلازم فيه بيبقى جرانيولار واسيدوفيليك عشان الايه؟ علشان الفايبرلز اللي موجوده فيه دي، وكمان فيه اللايبوكروم بيجمنتس اللي هي بتزيد مع الايج وبتعمل لي البراون اتروفي اوف ذا هارت، دي حاله مرضيه. طب ايه رايكم بقى نتفرج على الكاردياك ماسل بالالكترون مايكروسكوب؟ بالالكترون مايكروسكوب هنحط فيها كل السيل اورجانيلز اللي عرفناها عن الخليه. يعني ايه؟ يعني هلاقي فيها جلايكوجين جرانيولز طبعا مصدر للطاقه، هلاقي فيها نيومرس ميتوكوندريا شيء طبيعي، هلاقي فيها جولجي ابريتس ليبيد دروبلت، كل دي ودي مصادر للطاقه والميتوكوندريا هي اللي بتصنع لي الطاقه، هلاقي فيها لايبوفيوسين بيجمنتس اللي لسه حكي لكم عليها، وبعدين الاقي فيه الاتريال ناتريوريتك فاكتور، ودي عباره عن جرانيولز موجوده في السيتوبلازم بتاع الاتريال سيلز او الماسل فايبرز اللي موجوده في الاتريال سيلز. طيب ايه اللي انا شايفه ده؟ ده الميتوكوندريا. يبقى كل اللي انا شايفه دي شايف الميتوكوندريا تقريبا بتمثل 40% كل اللي انا شايفه ده ميتوكوندريا، وبعدين ده اللي هو الساركومير او المايوفايبرز، وبعدين اللي انا شايفه ده اللي هو الساركومير او المايوفايبرز، ودي طبعا نيوكليس لكن ما هيش كامله. طبعا كل دي ميتوكوندريا، امال دي ايه؟ دي ربما تكون الجرانيولز. انا واخد السكشن في الاتريال ماسل فايبر، وبالتالي باين فيه الجرانيولز بتاعت الناتريوريتك فاكتور. الناتريوريتك فاكتور من الحاجات اللي بتشتغل على الصوديوم وبتظبط لي البلاد بريشر. اوضح حاجه في الالكترون مايكروسكوب هي الانتركاليتد ديسك، والانتركاليتد ديسك هنشوفه بالتفصيل بعد شويه، لكن خلونا نتكلم عن المايوفايبرز اللي موجوده او المايوفايبرز اللي موجوده في الكاردياك ماسل. بتبقى هي كمان برانشنج وانستموزي ولارج الارانجد. الارانجمنت بتاعها ما بيبقاش حلو قوي زي السكليتال ماسل وفاريبل ان دايمتر. تعال كده نبص على الكاردياك ماسل بالاي ام مره ثانيه علشان نشوف فيها التيوبولز والساركوبلازم كريتيكال. الجامعات اللي اخدت معانا السكليتال ماسل سهل جدا ان هي تستوعب الكلام ده، لكن لو ما خدناش السكليتال ماسل يا ريت نرجع لاي فيديو بيشرح السكليتال ماسل علشان نفهمها الاول او نتفرج عليها الاول وبعدين هنقارن بيها الكاردياك ماسل. لكن تعالوا نقول ان احنا عندنا في سيستم هنا اسمه التيوبيول والساركوبلازم كريتيكال. شايف ادي السيمبرين شايف حصل له انفاجينيشن هنا بقى في شكل تيوب، التيوب دخلت جوه المصل فايبر علشان تلف حوالين المصل فايبر. ده مصل فايبر على فكره، وده مصل فايبر وده مصل فايبر. ده بيتكون من اكتين ومايوسين، ده بيتكون من اكتين ومايوسين، وده برضه بيتكون من اكتين ومايوسين. يبقى السيمبرين اللي هو لونه ازرق فاتح ده دخل عمل جوه، حصل له انفاجينيشن لجوه،
دخل عمل لي تيوبيو تلف حوالين المايوفايبريل ده. وايه تاني؟ عندي هنا الساركوبلازميك ريتيكولام. ادي الريتيكولام اهي واضح زي الزبالات كابيلاري كده، لكن دي عباره عن سموث اندوبلازميك ريتيكولام. مين اللي موجود جواها؟ موجود جواها الكالسيوم. السكيليتال ماسل كانت بتنتهي هنا بحاجه اسمها سيسترن او تيرمينال سيسترنم، ودي بتنتهي بحاجه اسمها تيرمينال سيسترنم. يبقى لو ابص كده على صوره لنفس الصوره دي بس في السكيليتال ماسل الاقي في هنا ثلاثه تيوبولز، تيرمينال سيسترنم فوق وتيرمينال سيسترنم تحت والتيوبيول في النص. اقوم اسمي الاستراكشر ده على بعضيه ترايات. الترايات ده في الكاردياك ماسل ما بيبقاش ويل ديفلوب، يبقى الاقي الساركوبلازم ما هوش بتاعي ما هوش ويل ديفلوب، عشان كده ما فيش هنا ايه، ما فيش هنا ترايات. البديل عندي الدايات، شايف دي مع الحته الصغيره دي ودي مع الحته الصغيره دي، لما اخد سكشن هنا يبانوا دايات ولما اخد السكشن هنا يبان دايات. يبقى انا عندي الدايات عباره عن ايه؟ تي تيوبيول ومعاها تيرمينال سيسترنم واحده بس، ده بسميها ايه؟ بسميها دايات. عايز اسالك سؤال، التي تيوبيول دي جواها ايه؟ ايه اللي موجود جوه التيوبيول دي؟ موجود جوه الفلويد. الفلويد ده اكسترا سيلولار ولا انترا سيلولار فلويد؟ لا اكسترا سيلولار فلويد، لانه جاي من بره كده ودخل جوه الخليه. طب الاكسترا سيلولار فلويد ده كونتاكت مع المايوفايبريل ازاي اذا كانت التيوبيول دي لفه حوالين المايوفايبريل؟ يبقى السلم برين بيدخل يلف حوالين المايوفايبريل ده علشان الاكسترا سيلولار فلويد اللي فيه النيرف امبلس يبقى كونتاكت مع التيرمينال سيسترن دي او الساركوبلازميك ريتيكولان دي. اهي السكليتال ماسل اهي الحمد لله ما رحناش بعيد. يبقى السكليتال ماسل الانفجريشن، شايف الانفجريشن انا واضح ازاي؟ عمل تيوبيول بسميها تي تيوبيول، فوقيها تيرمينال سيسترن وتحتيها تيرمينال سيسترن، دي بتاعت الساركوبلازميك ريتيكولام دي. يبقى الساركوبلازميك ريتيكولام بتاعتي بتتكرر كل ساركومير، علشان تنتهي من فوق بتيرمينال سيسترنم وتنتهي من تحت بتيرمينال سيسترنم. يبقى دي تيوبيول بسميها تيرمينال سيسترنم ودي تيوبيول بسميها تيرمينال سيسترنم. الاحظ ايه؟ الاحظ ان التي تيوبيول اللي جايه من بره بقت متحوطه بتو تيوبيولز، واحده فوق والثانيه تحت، التلاتة على بعض بسميهم ايه؟ ترايات. هل الترايات ده موجود في الكاردياك ماسل؟ دي السكليتال ماسل. هل الترايات ده موجود في الكاردياك ماسل؟ لا مش موجود في الكاردياك ماسل. امال البديل بتاعه ايه؟ نقرا تاني كده، الداياد. يبقى البديل بتاعه داياد، هذا الداياد عباره عن تي تيوبيول ومعاها التيرمينال سيستم. طيب الحاجه الثانيه اللي واضحه قوي في الاي ام وبنركز عليها هي الانتركاليتد ديسك. ايه بقى الانتركاليتد ديسك؟ دي خليه ودي نفس الخليه، يبقى دي نفس الخليه، المفروض ان انا اشوفها في صوره مكعب. لكن في الكاردياك ماسل بتحصل معجزه. ايه هي المعجزه؟ ان الخليه بتاعتي بتنتهي بالشكل ده، يبقى ليها تو سيرفيسز بالشكل ده. ليه؟ علشان خليه ثانيه هتيجي تعشق معاها دلوقتي، لكن هلاقي في موديفيكيشن حصل هنا في السيل ميمبرين ده وموديفيكيشن حصل في السيل ميمبرين ده، ودي واحده برضو من المعجزات. هيحصل هنا فاشيا ادهيرنس، وبعدين كمان الاقي في هنا ديسموسومز، وبعدين ايه كمان؟ الاقي هنا جاب جانكشن. يبقى اللي حصل هنا هيتكرر هنا، اللي حصل هنا هيتكرر فين؟ هيتكرر هنا، لكن على الطول ده اللي هو اللونجيتودينال ده الاقي الجاب جانكشنز هي اللي موجوده. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ هتيجي خليه فيها نفس الاستراكشرز دي وتعشق معاها بالشكل ده، يبقى الجاب جانكشن ما بين التو سيلز موجود، الديسموسومز موجوده والزونيولا ادهرنس موجود. طبعا الديسموسومز مش عايزين نستثناها ان هي ماكيول ادهرنس. طبعا انا محتاج الادهيرنج جانكشن هنا في ايه؟ الفورس في الكونتراكشن اللي الهارت هيعمله ممكن يفرقع الخلايا دي من بعضها. الحاجه الوحيده اللي بتحميلي الخلايا دي ان ما تسيبش بعضها هي الادهيرنج جانكشن. طب ومحتاج الجاب جانكشن في ايه؟ عشان الامبلسز تقدر تعدي من الخليه دي للي فوقيها او من الخليه اللي فوقيها للخليه دي وبعدين الخليه دي للي بعدها وهكذا. من كل خلايا يحصل ايه؟ يحصل ان الكوندكتيفيتي بتاعه تكون عاليه. يبقى نرجع تاني ونعرف ايه هو الانتركاليتد ديسك. الانتركاليتد ديسك ده المكان اللي فيه السيل ممبرين
بيبقى يخلي الخليتين كوندكت وانتر ديجيتيتنج مع بعضها وجويند توجذر. ده بيساوي في السكيلتا المصري حاجه اسمها زد ديسك او زد لاين. يبقى ده بسميه ايه؟ الانتركليتد ديسك. في جزئيتين، جزئيه بالطول وجزئيه بالعرض. ادي الانتركليتد ديسك، يبقى كل الخلايا انتر ديجيتيتنج مع بعضها. يبقى السيل جانكشن اللي بشوفها في الانتركليتد ديسك ثلاث انواع من السيل جانكشن: فاشيا ادهيرنس وديسموسوم وجاب جانكشن. يبقى فاشيا ادهيرنس وديسموسوم وجاب جانكشن. فاشيا ادهيرنس وديسموسوم، اللي قدامي دي ديسموسوم وفاشيا ادهيرنس، ودي الجاب جانكشن. يبقى احنا قلنا عندنا ثلاث انواع من السيل جانكشن. اول حاجه هنتكلم عليها هي الفاشيا ادهيرنس. الفاشيا ادهيرنس موجوده فين؟ موجوده في الترانسفيرس بورت اللي لسه حكيت لكم، اللي لسه شايفينها مع بعض واقفه كده، مظبوط. ودي انكورنج، يعني بتوصل الاثنين ببعض، ما تسيبهمش من بعض، بتوصل الزيد لاين في السكليتال ماسل. بتقوم بايه؟ بتعمل عمليه ادهيجن. دي نفس فكره الديسموسوم، برضو موجوده في الترانسفيرز، وعلشان تمنع السيبريشن اثناء الماسل كونتراكشن. اهي الصوره اهي، شايف اللون الاصفر ده هو الادهيرنج جانكشن. دي الفاشيا ادهيرنس. دي الفاشيا ايه؟ الفاشيا ادهيرنس. فين الديسموسوم؟ مفيش هنا بين ديسموسوم. نبص كده مع بعض، كل ده فاشيا ادهيرنس، مفيش هنا واضح ديسموسوم. لكن في اللاترال كومبوننت اوف ذا انتركليتد ديسك هلاقي الجاب جانكشن. هلاقي ايه؟ هلاقي الجاب جانكشن اهو، اللي هو لونه اخضر ده. يبقى لونه اخضر ده اسمه ايه؟ اسمه جاب جانكشن. الجاب جانكشن بقى اهو، ده الجاب جانكشن اهو، بواصل ما بين الخليتين. يبقى في عندي هنا فراغ حقيقي، اوبننج حقيقيه بتدخل لي الالكترولايتس، موجوده فين؟ في اللونجيتودنال بارت اوف ذا انتركليتد ديسك. يبقى دي جايب حوالي 2 نانومتر، موجوده ما بين الخليتين، ترافيرسد باي انتر كوميونيكيتنج تشانل. قلت لكم بيعملها 6 مولكيولز من البروتين، بتسمح بالفري والرابيد ترانسميشن اوف نيرف امبلس اللي هي الالكترولايتس. يعني الفايبرز كونتراكتس از 1 يونت. يبقى فيسيولوجيكالي هنا ايه؟ 1 سينسيتيوم. مين اللي بيعملها لي فيسيولوجيكالي 1 سينسيتيوم؟ هو الجاب جانكشن. ما زلنا بنتفرج مع بعض على الانتركليتد ديسك، واللي انا شايفه ده هو السيل جانكشن اللي موجود هنا. وطبعا دي قلنا ان ده الديسموسوم وده الفاشيا ادهيرنس، لكن الجاب جانكشن الاقيه فين؟ الاقيه في الترانسفيرس بورش. سؤال: هل الكاردياك ماسل ممكن يحصل لها جروث؟ تكبر؟ ممكن تكبر، لكن العدد بتاعها ما يكبرش. يبقى هي ممكن تكبر بالهايبرتروفي، شيء طبيعي. الاثليتس، الناس الرياضيين، الاقي الهارت بتاعهم هايبرتروفاي، لكن مفيش انكريز في السيل نمبر. ليه مفيش سيل ديفيجن؟ طيب لو حصل انجري اعوض الانجري ده بايه؟ مفيش سيل ديفيجن، وبالتالي مفيش ريجنريشن، وبالتالي هنكرر الكلام مره تانية، ما عنديش ستيم سيل، وبالتالي مفيش اي ريجنريشن. امال لو حصل بقى اسكيميا، والاسكيميا ادت الى انفاركشن، والانفاركشن دي ضربت لي مجموعه من الكاردياك ماسل سيلز، اعوض حك ولا اسيبها مخرومه؟ لا طبعا مش هتفضل مخرومه، امال هتبقى ريبليسد بايه؟ بفايبرس كونكتيف تيشو، ودي بتمثل نقطه خطيره في عالم الكارديولوجي. كده احنا خلصنا الكاردياك ماسل. السؤال: هل الهارت بيتكون بس من كاردياك ماسل ولا حاجات تانية؟ لا طبعا بيتكون من كاردياك ماسل ومعاه طبقه بره وطبقه جوه. الطبقه اللي بره بنسميها ايبيكارديوم، والايبيكارديوم ده جزء من البريكارديوم. البريكارديوم ده عباره عن ايه؟ طب قبل ما نتكلم عن البريكارديوم، تعالوا نقول ان الهارت بتاعنا بيتكون من رقم 1 تو اتريا وتو فينتريكلز. رقم 2 ارض اوصفه بان هو بيتكون من بريكارد ايبيكارديوم من بره اهو، اللير اللي بره البيضه دي، والمايوكارديوم الحمراء دي، وبعدين الاندوكارديوم اللي جوه دي اللي هي البيضه الثانيه اللي جوه دي. يبقى انا عندي بريكارديوم، مايوكارديوم، واندوكارد. الهارت بتاعي بينزل، لو احنا قلنا البالونه اللي قدامي دي هي البريكارد، مليانه هواء، لا مليانه فلويد، بالونه مليانه فلويد. الهارت ده عاوز يدفس نفسه جوه البالونه دي من غير ما يخرمها. شوف كده هينزل ازاي في البالونه اهو، اخد البالونه ودخل لجوه، والبالونه مشكوره هتقوم مغطيه من بره. يبقى الهارت بتاعي دلوقتي بقى جوه البالون.
متغطي بايه؟ متغطي بلاير من البالونه، وفي لاير تانيه بره، يبقى حركه الهارت هنا جوه البالونه ملهاش علاقه بالسراوندنج تيشوز. امال مين اللي علاقه بالسراوندنج تيشوز؟ اللاير اللي بره دي واللاير اللي جوه دي هي اللي لها علاقه بالهارت، وما بين الاثنين موجود فلويد. ده كده بسميه البريكارديا. ليه تو لايرز؟ لاير بسميها فيسرال لاير، الخط اللي ماشي كونتاكت مع الهارت ده بسميه فيسرال لاير. اللي بره دي بسميها باريتال لاير، واللي بتبقى لها علاقه قوي بالسراوندنج تيشوز اللي موجوده في الميدياستاينم جوه الثوراسيك كافي. يبقى الهارت دلوقتي حر الحركه، يبقى الفيسرال لاير دي بسميها ايبيكارديم. بسميها ايه؟ ايبيكارديم، وده جزء من البيريكارديم اللي بيلف حوالين الهارت. الايبيكارديم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من سيمبل سكويموس ايبيثيليوم، لان انا محتاج سموث سيرفيس. وانا قلت لك في المحاضره اللي فاتت، طول ما انا محتاج سموث سيرفيس اللي بيلحقني فيها هو السيمبل سكويموس ايبيثيليوم. عشان كده البيريكارديم بتاعي بيتكون من سيمبل سكويموس ايبيثيليوم، واي سيمبل سكويموس ايبيثيليوم لازم يكون ليه بيزمنت ممبرين، ولازم عشان يتغذى يبقى فيه تحتيه سب ايبيثيليال لير، بسميه سب سيرس لير. حاكم اللير دي اسمها سيرس كافيتي. سواء كنا بنتكلم في البيريكارديوم، سواء كنا بنتكلم في البلورا، او حتى بنتكلم في البروتونيوم، الثلاثه حاجه واحده، اسمهم سيرس كافيتي، والفلويد اللي جواه اسمه سيرس فلويد، والكونكتيف تيشو اللي بيصنعهم اسمه سب سيرس لاير اوف كونكتيف تيشو، والسيمبل سكونس ده اسمه سيرس ايبيثيليوم. يبقى الكونكتيف تيشو هيتحد مع الاندوميزيوم اوف ذا مايوكارديوم. احنا اتكلمنا على الاندوميزيوم واحنا بنتكلم في المايوكارديوم من شويه، نرجع تاني بالفيديو كده ونبص على الاندوميزيوم. يبقى مره تانية احنا بنشوف صوره سيكشن في الهارت وول، دي المايوكارديوم اهو، من بره الاقي الايبيكارديوم، من جوه الاقي الاندوكارديوم. الايبيكارديوم زي ما انت شايف جزء من حاجه كبيره اسمها بيريكارديوم، لها تو لير، فيسرال لير سميتها ايبيكارديوم، وبرايتال لير بتبقى كونتاكت مع التيشوز اللي حوالين الهارت. الفراغ اللي بين الاثنين بسميه بيريكارديال كافيتي، وده بيبقى فيه الفلويد او البيريكارديال فلويد او السيرس فلويد. اما الكارديوم خلاص احنا شرحناه قبل كده، مش هنوقف عنده مره ثانيه. ايه بقى الاندوكارديوم اللي هيقابلنا كتير جدا في الباثولوجي؟ الاندوكارديوم ده نفس فكره الاندوثيليوم اللي موجوده في البروفيزيا، عباره عن سيمبل سكويموس ايبيثيليوم، وتحت البيزمنت امبرين، وتحت البيزمنت امبرين موجود السب لاير من الكونكتيف تيشو، او السب ايبيثيليال لاير من الكونكتيف تيشو. يبقى هو بيبطن الشيمبرز وبيغطي الفالفز بتاعه الهارت. بيتكون من اربعه لاير، سيمبل سكويموس ايبيثيليوم عرفناها، سب اندوثيليال لاير من الكونكتيف تيشو، وبعدين لاير من الدنس الاستيك فايبر، واللاير من اللوز ايرولار كونكتيف تيشو اللي هحط فيها البلاد فيزز. وطبعا ما ننساش ابدا ان السيمبل سكويموس ايبيثيليوم ده ليه بيزمنت ممبرين. الفالفز اوف ذا هارت، عندي نوعين من الفالفز، ترايكاسبيد فالف والمايترال فالف. قال الترايكاسبيد فالف وقال الايه؟ المايترال فالف. الترايكاسبيد فالف موجود في الرايت سايد اوف ذا هارت ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل، اما المايترال فالف ده موجود ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل. دول التو ايه؟ الترايكاسبيد فالف والمايترال فالف. يبقى ده الترايكاسبيد فالف وده المايترال فالف. ايه بقى الاستراكشر اوف ذا فالف؟ ده عباره عن فولد بتطلع من الاندوكارديوم. يبقى الاندوكارديوم بيطلع لبره كده يعمل لي فالف، هذا الفالف بيقفل لي الاوبننج اللي موجود. يبقى مجرد ان انا هطلع من يبقى ده اندوكارديوم طالع لفوق كده، يبقى حسب بروجيكشن الاندوكارديوم يعمل لي فولد، يبقى انا عندي فولد من الاندوكارديوم. لكن في سبورتنج لير عشان تعمل كونكشن مع السكيلتون اوف ذا هارت. السبورتنج لير دي عباره عن ايدنس كونكتيف تيشو، بتبقى ثيكند عند البيز علشان تعمل لي رينج. انا عندي رينج اهي وعندي رينج اهي، مين اللي بيعملها لي؟ اللي بيعملها لي الميدل سبورتنج لير اللي موجوده في وسط الفالف، سواء كنا بنتكلم عن الميترا او بنتكلم عن الترايكاسب. كمان في سموث مسل ومعاها الكابيلاري اللي موجوده عند البيز اوف ذا فالف. يبقى بنلخص الفالف بان هو ايه؟ عباره عن فولد من الاندوكارديوم، لكن سبورتد بايه؟ دنس فايبرس كونكتيف تيشو، ومعاه شويه سموث ماسل وفاجوسيتك سيل. الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت، ايه بقى الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت؟ الاس اي نود، الاي في نود، وبعدين الاي في باندل، واللي هتنقسم الى رايت وليفت برانشز او باندلز.
اللي هي عباره عن باركينجي فايبر بتنتهي في الاخر بايه؟ بباركينجي فايبر. كل ده بسميه الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت. يبقى انواع الكوندكت او اسامي الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت اس اي نود اي في نود اي في باندل اوف اس، وبعدين المودريتور باند اللي مش موجوده في الهيومن. امال موجوده فين؟ يبقى الكاردياك بس المودريتور باند ده بس احنا بناخدها كتير قوي في الهيستولوجي لان هي المكان اللي بنقدر نشوف فيه الباركينجي فايبر بوضوح. يبقى الباندل اوف كاردياك هي عباره عن باندل اوف كاردياك ماسل بتعدي في الرايت فينتريكل، يعني بتخترق الرايت فينتريكل. which is the right branch of AV bundle of his traverse the cavity of the right ventricle. البرانش بتاعت AV bundle عشان تعدي الرايت الكافيتي اوف ذا رايت فينتريكل عايزه كوبري تعدي من خلاله، فبتعدي من خلال حاجه اسمها مودريتور، ودي موجوده تحت الاندوكارديا. difference between cardiac muscle and باركينجي فايبرز. هي الباركينجي فايبر الاول نيرف فايبر ولا كاردياك ماسل فايبر؟ لا، ده عباره عن كاردياك ماسل فايبر لكن هتشتغل في عمليه الكوندكشن، عشان كده هيحصل فيها نوع من الموديفيكيشن. هذا الموديفيكيشن بيتمثل في كذا نقطه. النقطه الاولانيه الاقيها بين ان كولر، ليه؟ علشان فيها كميه كبيره من الجلايكوجين، انا عايز الكوندكتيفيتي بتاعتي تبقى عاليه، فانا هحتاج انرجي كتيره للسولفت اثناء البريباريشن. الحاجه الثانيه بما ان الجلايكوجين كتير يبقى المايوفايبرز بتاعتي قليله، فده بيخلي لي الفايبرز دي جوه الكاردياك ماسل فايبرز بيل عن الكاردياك ماسل فايبر. كمان مفيش انتركاليتي ديسك، يعني مفيش كونتراكتيليتي بالمعنى في الفايبرز دي، لكن موجود فيها الكوندكتيفيتي هي اللي تهمني، عشان كده مفيش نيومرس جاب جانكشن فور رابيد كوندكتيفيتي، لكن من غير ملجا للانتركاليتي ديسك. وبرضه موجود فيها ديسموسوم. مفيش فيها تي تيوبيول، شيء طبيعي لان انا مش محتاج الامبلس تيجي من بره، ده الامبلس بتاعتها داخليه يعني جايه من الاس ان او. كمان موجوده في باندلز، والباندلز دي بتعمل حواليها شيس. لكن تعالوا بقى اخر حاجه نقارن ما بين السكليت المصل احنا اخدناها ولا ما خدناهاش، يا رب يكون اخدناها، وما بين الكاردياك مصل. طبعا دي فولانتري لكن الكاردياك مصل انفولانتري. طبعا لو هتكلم عن النيرف سبلاي دي حاجه تاني، لكن الاسترايشن هنا بيبقى واضح جدا. الاستريشن هنا واضح بس مش قوي، مش قوي زي ده لكن واضح جدا برضه. السايتس طبعا ده موجوده في لها علاقه بالسكيلتون اسمها سكيليتال ماسل، لكن في ماسلز ما لهاش علاقه بالسكيلتون زي الطنج والفارينكس واللارينكس والاي بتبقى مع نفسها، هنا لها علاقه بالمايوكاردي. السايز الويدز الايه من 10 ل 100 مايكرومتر، لكن الدايمتر هنا من 20 ل 25 نانومتر، يعني من اكبر السكليتال ماسل فايبر اكبر. طبعا اللينس هنا ممكن يوصل لمتر زي السارتوريوس ماسل، لكن اللينس هنا ما يزيدش ابدا عن 100 مايكرو، يبقى فين اطول؟ طبعا في السكليتال ماسل. يبقى السكليتال ماسل اكبر واتخن واكثر استريشن، يبقى كل حاجه واضحه في السكليتال ماسل. كمان البرانشنج ما لاقيش ابدا برانشنج في السكليتال ماسل، ليه؟ اصل كل ماسل عايزه تتحرك لوحدها. تخيل كده الراجل اللي بيلعب بيانو وعنده برانشنج في السكليتال ماسل، يبقى هيجي يضرب مش عارف ايه هيلاقيه يضرب في الناحيه الثانيه، لا ما ينفع. علشان كده بتبقى لونج سلندرز ومفيش برانشنج خالص، لكن البرانشنج موجود في الكاردياك ماسل علشان تلف حوالين او تضمن لنفسها ان هي تلف حوالين الكابيتس فتعمل لي فينتريكلز. الارانجمنت هنا ريجولار ولونجيتيدنال، هنا الريجولر وبتعمل لي لامين او لايرز من الفايبرز. طب النمبر اوف سيل لكل فايبر، هنا الفايبر بيبقى سنسيتيا من 10 15 100 خليه مع بعض عشان يدولي الطول بتاع النيرف المسل فايبر. اما هنا كل خليه قائمه بذاتها، حلوه قائمه بذاتها. طيب بما انك المسؤول الموضوع كده هنبص على النيوكلياي، هلاقي النيوكلياي هنا بريفرال ومالتيبل واوفال، لكن هنا سنترال وسنجل واحيانا تكون باي نيوكليتد. بذمتك وانت بتقرا السكليتال ماسل سمعت على الانتركاليتد ديسك؟ ده اول مره نسمع عنه في الكارديك ماسل وعرفنا الفيسيولوجي بتاعه واهميته ايه. الماسل فايبرز هنا ريجولار ساركوميرز، الساركوميرز هنا بشكل منتظم لكن هنا بتبقى لس ريجولر وبتعمل برانشنج وانستموزنج كمان في الساركوميرز، لان النيوكليس هنا بتدخل في النص عشان كده بيقولوا النيوكليس هنا سنترال.
الميتوكوندري هنا قليله بتمثل 2%، لكن يبقى انا بعتمد هي على الانيروبيك، لكن هنا لازم ايروبيك ريسبيريشن، عشان كده الميتوكوندري هي بتمثل 40% من حجم الكاردياك ماسل. التيتيوبيول اللي بتوصل كان لجوه الاقيها هنا ثين وليس نيومرس، هنا ثين ومور نيومرس، خاصة فين؟ في الفنتريكل، عشان اضمن ان الكوندكتيفيتي هنا تبقى عالية. السموث اندوبلازميك ريتيكلم الاقيها هنا وايد ومعاها التيرمينال سيسترني، هنا سمول والتيرمينال سيسترني بتبقى ريدومنتري يعني بسيطة قوي، لكن بعوضها بميكانيزمز كتيرة قوي علشان ادخل الكالسيوم اي. يا ريت ناخدها في الفسيولوجي او نقراها في كتب الفسيولوجي. الترياد هنا موجود ترياع عند الاي اي جانكشن، ودي لازم نكون مذاكرين معاها ستاركومير وعارفين يعني ايه اي اي جانكشن. هنا ما بيبقاش واضح قوي الترياد، عشان كده بنسميه ضياد، مش موجود عند الاي اي جانكشن، موجود عند الزد لاين. الجاب جانكشن ما ينفعش تبقى موجوده في السكيلتال ماسل، لان السكيلتال ماسل انا محتاج كل فايبر او كل يونت تتحرك لوحدها، ده لو في جاب جانكشن ما اعرفش احرك ايدي، لان حركه ايدي هتبقى عشوائيه. اما في الكاردياك ماسل في جاب جانكشن عشان اعمل فيسيولوجيكالي وان سينسيتيا. الساتلايت سيل اللي هي تعتبر ستيم سيل ممكن تكون موجوده في السكيلتال ماسل، او احيانا تكون موجوده في السكيلتال ماسل، لكن غايبه تماما في الكاردياك ماسل، عشان كده ما فيش هنا ريجينريشن. اهو مفيش فيه هنا ريجينريشن، لكن احتمال ان يكون فيه هنا ريجينريشن. هنا طبعا ده بس مصادر للسايز، لان انا لاحظت ان في بعض التكست التشكيل مكتوب مش صحيح، علشان كده انا كتبت لك هنا الكاردياك مثلا من 15 لايه، والطول بتاعها بيوصل ل 80 ميكرومتر. هنا السكيليتال ماسل من 10 ل 100 ميكرومتر، ده بالنسبه للايه للديامتر، هنا مليمتر، لكن في السارتوريوس بيبقى ايه؟ بيبقى متر. في النهايه بقول يا رب الحصه تكون مفيده، وان شاء الله نتقابل في مره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.